المصحف بعض الناس يعني عطس ولا ينكح وفاتح المصحف. في مناديل الآن يوضع فيها الأوساخ بجانب المصحف. صحيح هذا كلام صحيح. حتى لو وجد زبائن مثل المسجد تجي بعض الناس وانت تشاهده الله يضغط برجله على زباله ثم يفسق، وهذا في اشكاليه. نعم المهم كما قلنا قبل فيما مضى كل شيء يعني يكون في قله ادب مع القران يجب ان النهي عنه. والعلماء مجمعون على وجوب احترام المصاحف، على وجوب احترام المصاحف وعلى وجوب تعظيمها، وعلى وجوب تعظيمها. فكون الإنسان مثلا يعطس أمام المصحف قد يأخذ شيء من البصاق في المصحف فينهى عن ذلك. الإنسان دائما يحترم المصحف، الشيء الذي يخرج عن قدرته وعن إرادته يعفى عنه، أما الشيء الذي تحت قدرته وتحت إرادته فإنه يعظم المصحف كما تعظم المخلوق. المخلوق الآن ما تعطس أمامه، والنبي شرع لنا في العطاس أصلا أن يكظم ما استطاع، ومع ذلك تجب على الناس ما يبالي. فإذا كان الإنسان مخلوق أمامك ما تفعل هذا، كيف تفعل كلام الله جل وعلا؟ فكل شيء يقتضي الإخلال بالأدب نحو القرآن فإنه ينهى عنه.